لأكثر من عقد من الزمن كانت ولا تزال سكايرم واحدة من أشهر ألعاب تعاقب الأدوار التفاعلية ومن أفضل ما صنعت بثيزدا في تاريخها. لعبة متجددة حققت كثير من النجاحات وصدرت في كل وقت وفي كل مكان وصنعت عالما شاسعا وثقافة متشعبة بقصصها وشخصياتها طريقة لعبها التوجه الإبداعي والحرية التامة. تطوير اللعبة والكم الهائل من القصص المراجع والأسرار تعد أيضا من أهم عوامل شهرتها. بذلك دعونا نتحدث عن 100 حقيقة من حقائق المخطوطات القديمة الخامسة سكايرم. سكايرم هي لعبة تعاقب أدوار تفاعلية ذات عالم مفتوح تم تطويرها من قبل بثيزدا جيم ستوديوز. صدرت في 11 من نوفمبر لعام 2011 على بلاي ستيشن 3، اكس بوكس 360 والحاسب الشخصي. بعد انتهاء من العمل على اوبليفيون في العام 2006 بدأت بثيزدا جيم ستوديوز العمل على فول اوت 3. وخلال ذلك الوقت بدأ الفريق بالتخطيط للعبتهم التالية ذا إلدر سكرولز. فمنذ البداية قرروا وضع خلفية جديدة في أرض سكايرم ودمج التنانين كالمحور الرئيسي للعبة. بدأ التطوير الكامل للعبة بعد صدور فول اوت 3 في العام 2008، واعتبر مطورون سكايرم التتمة الروحية لكل من فول اوت 3 والعاب ذا إلدر سكرولز السابقة. تم تطوير اللعبة من قبل فريق مكون من حوالي 100 شخص يتألف من مواهب جديدة ومطورين قدامى. تود هاوارد هو من أشرف على الإنتاج والإخراج، والذي كان مديرا العديد من العناوين التي أصدرتها بثيزدا سوفت ووركس على مر السنين. بثيزدا كانت على وشك البدء في صنع لعبة جديدة مبنية على كتاب جورج آر آر مارتن أغنية النار والجليد التي اشتق منها المسلسل التلفزيوني الشهير Game of Thrones. تم رفض تلك الخطة ليتم العمل على سكايرم بدلا من ذلك. قام الفريق بإعداد اللعبة في محافظة سكايرم وتم تصميمها يدويا. وعلى الرغم من تشابه حجمها مع سايروديل عالم أوبليفيون، إلا أن التضاريس الجبلية للعالم تضخم مساحة اللعبة وتجعل اجتيازها أكثر صعوبة من سايروديل التي كانت مسطحة نسبيا. اتخذ الفريق في تصميم عالم سكايرم نهجا مختلفا لما تم اتخاذه مع أوبليفيون. اعتبر المخرج الفني مات كارافانو الواقعية الملحمية لتصميم عالم سكايرم بمثابة الخروج عن التمثيل العام في أوبليفيون لتقاليد الخيال الأوروبي الكلاسيكي. تعد هاورد أعرب عن رغبة الفريق في تغليف عجائب الاستكشاف لموروويند في سكايرم، بحيث أن العودة إلى الخيال الكلاسيكي لذا إلدر سكرولز داكرفول وأرينا في أوبليفيون يعني التضحية بثقافة فريدة. كطريقة لخلق التنوع قسم الفريق العالم إلى 9 قطاعات مع محاولة جعل كل منها فريدا من الناحية الطبوغرافية عن بعضها البعض. علاوة على ذلك أراد فريق أن يعكس الخلفية الاجتماعية والاقتصادية للشخصيات الغير قابلة للعب من خلال جعل بعض المواقع غنية بالتفاصيل والثراء بينما البعض الآخر أكثر فقرا وأقل تقنية. تمتد الجهود المبذولة لجعل عالم سكايرم يشعر أنه مصنوع يدويا لتشمل تخلي الفريق عن استخدام المناظر الطبيعية المبرمجة كما كان الحال مع أوبليفيون. وبينما تم تكليف عضو واحد من الفريق لتصميم الزنزانات والأبراج المحصنة في أوبليفيون، تم تصميم 150 زنزانة في سكايرم من قبل 8 أشخاص وأكثر من 300 نقطة اهتمام مع علامات الخريطة وغيرها. بعد استخدام محرك جيم بريو لإنشاء الجزئين الثالث والرابع من ذا إلدر سكرولز وفول أوت 3، قررت بثيزدا أن قدرات المحرك أصبحت قديمة جدا، فبدأت العمل على محرك جديد لسكايرم يحمل الاسم Creation Engine عن طريق تفرع قاعدة البيانات المستخدمة في فول أوت 3. واحدة من أكثر الأشياء التي تشاد بها اللعبة Creation Kit، حيث تشمل أدوات التعديل اللازمة لإنشاء محتوى مخصص باستخدام بيانات اللعبة. ففي مقابلة مع تود هاورد أعرب عن اهتمامه الشديد بما سيفعله عشاق ذا إلدر سكرولز بتلك الأدوات. يشار إليها أيضا أنها وسيلة لإصلاح مشاكل اللعبة أو إتاحة المبدعين لإنشاء ما لم يستطع المطورين إنشاءه. قام الفريق بتوظيف الملحن جيرمي سول لتأليف الموسيقى في سكايرم، والذي عمل سابقا على موروويند وأوبليفيون. تم تسجيل الموضوع الرئيسي للعبة دراغون بورن من قبل جوقة تضم أكثر من 30 شخصا يغنون بلغة التنين الخيالية. أما الأداء الصوتي للشخصيات تضمن أكثر من 70 ممثلا وأكثر من 60,000 سطر حوار. تمحور تخصصه حول دور اللاعب دراغون بورن في سعيه لهزيمة هالدوين ملتهم العالم والتنين الذي تنبأ بتدمير العالم. جرت أحداث بعد 200 عام عن أحداث أوبليفيون في منطقة تحمل الاسم سكايرم. يتاح للاعب تصميم الشخصية والاختيار بين ذكر أو أنثى من 10 فصائل يشار إليهم عادة بالاسم دراغون بورن. كل فصيلة لديها مختلف القدرات والمهارات الخاصة. هناك ما يصل إلى 18 مهارة مختلفة للتفاعل مع العالم. تستخدم بعض المهارات تخصيصا للقتال مثل المهارة القائمة على السلاح بيد واحدة والمهارة القائمة على السحر، بينما تسمح المهارات الأخرى الأكثر سلبية بصياغة العناصر مثل الحدادة وغيرها.
يتم رفع المستوى عندما يتم استخدام نقاط الخبرة لأيام من المهارات 18، ويعتمد المستوى العام للاعب على المستويات التي تم تحقيقها مع كل مهارة. تم تحسين القتال اليدوي عن سابقتها، حيث أصبحت هجمات الأسلحة بوتيرة أقل مرونة وأكثر واقعية بكثير. يتاح للاعب استخدام أسلحة مختلفة ذات اليد الواحدة أو اليدين. تم أيضا إضافة حركات الإنهاء الخاصة التي تظهر ضربة قاتلة بطيئة الحركة. على مدار اللعبة يكمل اللاعب المهام ويقوم بتطوير الشخصية من خلال تحسين المهارات. استمرت سكايرم على نهج سابقتها من خلال السماح للاعب بالسفر إلى أي مكان في عالم اللعبة وفي أي وقت، إنجاز، تجاهل أو تأجيل القصة الرئيسية إلى أجل غير مسمى. سكايرم هي محافظة تمريل الواقعة في أقصى الشمال. تتكون جغرافيتها من الجبال، المرتفعات الثلجية، الغابات، الأرياف وسهول القطب الشمالي. تتشابه أجواءها وهندستها المعمارية مع مدينة بروما من الإصدار السابقة وبوليفيان. تم تقسيم سكايرم إلى 9 أقسام إدارية تسمى الحجز، كل منها يحكمها يارل أو أحد النبلاء من مدينة أكبر. من بين تلك المستوطنات ماركارث، سولتيود، ويندلم، وايترن، وريفتن هي الأغنى والأكثر قوة. تمتلئ المناظر الطبيعية، الحصون والمعسكرات والهفار التي تم بنائها من قبل العراق المنخرطة. في حين أن العرق الأسكندنافي والعرق الساعد في سكايرم، فإن المنطقة تشكل مقاطعة واحدة من إمبراطورية أكبر بكثير يحكمها ما يطلق عليهم بالإمبراطوريون. خاضت الإمبراطورية حربا مع سيادة ألدمري، وهو اتحاد كونفدرالي قوي من الجان الذين يعتقدون أنهم متفوقون عرقيا على أعراق البشر كالإمبراطوريين والنورد. في حين أن الصراع المعروف باسم الحرب العظمى انتهى بمأزق عسكري، اضطرت الإمبراطورية الضعيفة بشدة إلى توقيع معاهدة سلام مذلة تسمى اتفاق الذهب الأبيض. وفي حين أن معظم تمريل يعبدون آلهة دينية تتكون من 8 آلهة، فإن النورس في سكايرم يعتادوا على عبادة 9 باعتقادهم أن الجنرال الإسكندنافي تايبر سبتم مؤسس الإمبراطورية قد صعد إلى الألوهية بعد وفاته وأصبح الإله تالوس. يرفض السياديون أو ذا دومينيون بقيادة طائفة ثالمور غير المتسامحة هذه الفكرة بزعمهم أنها تعني أن البشر أصبحوا أكبر من الجان، وبالتالي وضعوا بندل في الكونكوردات يحرم عبادة تالوس في الإمبراطورية. كان هذا الشرط الذي يقوبل بغضب شديد في سكايرم أحد الأسباب الرئيسية وراء تمرد يارل ويندهلم ألفريك ستورمكلوك ضد الفيلق الإمبراطوري للإمبراطورية، وبذلك تبدأ اللعبة مع صراع بين ستورمكلوك والإمبراطورية. جنس التنانين بالكامل قد انقرض تقريبا منذ فترة طويلة. الأخير المتبقي الحكيم بارثون ناكس، معروف فقط لدى رهبان غراي بيرد، فبعد أن حكموا مساحات شاسعة في تمريل في الماضي القديم أطاح المحاربون دراغون بورن بهيمنتهم. مصطلح دراغون بورن يطلق على أشخاص من البشر إنما لديهم دماء وروح التنين. بإمكانهم امتصاص روح التنين واستخدام التعويذات القوية التي تسمى صيحات أو شاوتس. يعتقد البعض أن دراغون بورن يظهر على العالم أوقات الحاجة الماسة بأمر الآلهة. تمكن 3 من أقواهم بإلقاء ألدوين التنين الأسود الذي تنبأ بأنه سيهلك العالم في تيارات الزمن باستخدام المخطوطات القديمة The Elder Scrolls، وهي قطعة أثرية صوفية مجهولة المصدر والكمية، وفي الوقت عينه تعد شريفات للأحداث التاريخية الماضية والمستقبلية. استمر تراث دراغون بورن حتى وقت متأخر عن التنانين نفسها. تايبر سبتم كان أحدهم لكنه قد مات خلال أحداث أوبليفيان، ومع ذلك أكدت نبوءات دول الشمال القديمة أنه عندما عاد ألدوين إلى العالم سيظهر دراغون بورن الأخير لمقاتلته وهزيمته، وبالتالي يأتي دور البطل. يطلق أيضا على دراغون بورن دوفاكين. كلمة دوفا بلغة التنين تعني دراغون، والكلمة كين تعني المولود أو الإبن. النوردز، ويطلق عليهم عادة بأبناء الثلج، هم جنس من البشر في أراضي سكايرم. المظهر الذي يميل النوردز لتصويره طويل القامة، بشرة فاتحة، أشقر، ملتحي، طويل الشعر، يعتمد على المظهر الذي ينسب غالبا بشكل نمطي إلى الأشخاص من أصل ألماني وهولندي واسكندنافي. إن النورز كونهم أحفاد شعوب أتمران ونيدك، وتركوا وراءهم إرثا من الاستكشاف والغزو في أجزاء من تمريل، هم مرجع حقيقي لتاريخ النورمان، شعب من أصل عرقي مختلط نشأ من الثقافة الفرنجية والنرويجية خلال القرنين 10 و11، وتركوا وراءهم إرثا سياسيا، ثقافيا وعسكريا كبيرا في أجزاء مختلفة من أوروبا وكذلك الشرق الأدنى. يترجم نورد إلى الشمال بالنرويجية والألمانية والفرنسية والرومانية والفروية والسويدية والإيطالية والكتالونية والأيسلندية والدنماركية، بينما نورد لها نفس المعنى في الهولندية والأفريكانية. تاريخيا البشر الآخرون بريتنز أو البريتونيون هم شعب بريطاني وفرنسي، لغة تتبع الكثير من تراثهم إلى مجموعات من المتحدثين باللغة البريطانية الذين هاجروا من جنوب غرب بريطانيا العظمى في موجات من القرن 3 إلى القرن 9. قد يستمد البشر الإمبراطوريون أيضا الإلهام من الإمبراطورية الرومانية اللاحقة، وعلى الأخص في تاريخهم وهندستهم المعمارية. تتشابه تنانين في سكايرم إلى حد كبير إلى مخلوقات ويفرن من الميثولوجيا الأوروبية، كائن أسطوري شبيه بالتنين مع أجنحة وقدمين لكن بدون أرجل أمامية.
التنين ألدون على الأرجح أنه مستوحى من التنين المسمى نيد هوغر من الأساطير الإسكندنافية. تنين من نيفلهايم لا يقوم بشيء تقريبا سوى تناول الطعام من الموتى وعض شجرة الحياة وقتلها من أجل التسلية الخاصة به. كان نيد هوغر رمزا للموت والدمار كما هو الحال مع ألدون. التنين بارثناكس قام بأداء صوته شارلز مارتنيت الشهير بأداء شخصية ماريو والعديد من شخصيات السلسلة. اسم التنين بارثناكس يترجم إلى الطموح السيد القسوة. اسم التنين دورنفير يعني اللعنة لا تموت أبدا. من غير معروف ما إذا كان هذا هو اسمه في الأصل عندما كان يعيش في تامريل أو أنه قام بتغييره مع مرور الوقت. لم يتم الكشف عن كيفية تلقي التنانين لأسمائهم عندما يطلق على نفسه دورنفير. على عكس التنانين الأخرى فالثوريال لا يحلق أثناء قتال البطل إنما يزحف على الأرض باستخدام نفس النار. أسماء غالبية أقنعت كاهن التنين تعني شيئا ما في لغة التنين. دوكان تعني العار، هيفنوراك تعني الوحشية، كروسس تعني الحزن، موروكي تعني المجد، نكرين تعني الانتقام، راغوت تعني الغضب، فوكون تعني الظل، فولسانغ تعني الفظاعة، أزيدال تعني المدمر المر، وكواريك أمير الحرب. أما القناع الخشبي ليس له اسم. في لغة التنين غاروت تعني السرقة وتشير إلى غاريت اسم بطل سلسلة الثيف. من الممكن أن تكون الملاحظة ذات اليد السوداء من الأخوية المظلمة إشارة إلى منظمة اليد السوداء الذين اشتهروا باغتيال الأرشيدوق فرانز فرديناند حيث كانت إحدى العوامل التي بدأت الحرب العالمية الأولى. أحد الشخصيات ويدعى إريك القاتل مستوحى من إريك ويست أحد زوار مقر بثزدا الرئيسي أثناء عملية تطوير سكايرم حيث أعجب المطورين بمعرفته بوبليفيان. إريك توفي بسبب السرطان قبل 6 أشهر من صدور اللعبة لتقوم بثزدا بتخليد ذكراه على هيئة إريك القاتل. في سهول الواقع غرب مدينة وايت ران يمكن إيجاد يد هيكلية بارزة تحمل سيفا عاليا في إحدى البحيرات في إشارة إلى سيدة البحيرة من أسطورة الملك آرثر وسيف إكسكاليبر. وفي نفس المدينة الشجرة العملاقة تسمى جيلدر جرين نمت من إلدر جليم أقدم كائن حي في سكايرم لكنها تحتضر. هذا يبدو مشابها لعاصمة غوندريان ميناس تيريث من الفيلم ملك الخواتم عودة الملك حيث تواجه الشجرة البيضاء الأسطورية مصيرا مشابها. توجد ضمن ملفات اللعبة شخصية غير قابلة للعب غير مستخدمة يسمى كولج جارد يتصرف بشكل مشابه لهولد جارد إنما مخصص لكلية وينتر هولد. في كهف بليك كوست يوجد جزء من الكهف يحرسه عملاق الصقيع حيث يمكن إيجاد أجزاء من هيكل عظمي معلقة من السقف الجليدي مع وجود سيف فولاذي. هذا إشارة إلى ستار وورز ذا إمباير سترايكس باك حيث يوجد مشهد يكون فيه لوك سكاي ووكر عالقا في سقف كهف وامبا الجليدي ويجب عليه استخدام القوة لاستعادة السيف الضوئي الخاص به ليحرر نفسه. في بعض الأحيان يمكن سماع هذه الجملة من الجنود. Let me guess. Someone stole your sweet roll. هذه كانت مزحة متعارفة في ألعاب بثزدا منذ The Elder Scrolls Morrowind. كواحدة من الأخطاء التقنية العديدة في سكايرم قام أحد اللاعبين بتسجيل لقطة تحث على عدم تخطي المحادثات. Aye. As in all matters of faith though, the real the companion one of my if the companions would hunt they did not but we had been deceived. الخيول في سكايرم تم تصميمها على غرار سلالة حصان كلايزديل وتعد واحدة من أجمل سلالات الخيول التي نشأت من اسكتلندا. هناك حصان خارج ريفرود يمكن سرقته لكن لا يتم اتهام دراغون بون بالسرقة لو تم القيام بذلك. بمجرد النزول منه سيعود إلى مكانه حيث لا يمكن الاحتفاظ به في الاسطبل. يدير سايلس فيسيوس متحفا صغيرا في داون ستار حول عبادة ميثيك دون من اللعبة السابقة The Elder Scrolls 4 Oblivion. داخل إحدى صناديق العرض توجد صفحة محترقة من ميستيريوم زاراكسس لا يمكن سرقة الصفحة أو نقلها لكن إن تم ضرب الصفحة بسلاح أو بسحر مرات كافية فستتحول إلى دلو خشبي. هناك نموذج غير مستخدم لخاتم خاجيتي قطعة أثرية مرتبطة بكل من موفالا وميريديا. كان خاتم خاجيتي موجودا في The Elder Scrolls 4 Oblivion وربما رغب المطورون في استرجاعه من عدمه. بينما تحترق جثة التنين يمكن رؤية التأثير من خريطة العالم. تتشابه المقطوعة الموسيقية Distant Horizon في إحدى الجزئيات مع أغنية باستيلا شان من لعبة ستار وورز نايت أوف ذا أولد ريبوبليك. فكلا اللعبتين تم العمل عليها من قبل الملحن نفسه جيرمي سول.
يمكن العثور على سلاح يسمى الهراوة العملاقة، لا يمكن للاعب استلامه، ومع هذا يمكن استخدام خلل يتيح للرفيق استخدامه حيث ينبغي إخباره بأن يأخذه. السلاح مفيد للغاية ويسبب الكثير من الضرر، ومع ذلك فمن المستحيل أن يأخذه اللاعب من الرفيق. عند الوصول إلى مستوى 80 في إضافة دراغون بون، سيتاح مواجهة شخص يحمل الاسم المحارب الأبنوس، حيث يدعي أنه لم يعد هناك خصم لقتاله ليواجه دراغون بون كخصمه الأخير. باستخدام أوامر وحدة التحكم وتحرير ملفات اللعب لتعطي الحلول للعبة، من الممكن السفر خارج خريطة سكايرم. عند الخروج بعيدا جنوبا، من الممكن العثور على مكان غير مكتمل لبرج الذهب الأبيض، حيث يجب أن تكون المدينة الإمبراطورية، بالإضافة إلى المناظر الطبيعية العامة لسايروديل من حوله. وفقا لإحدى الصور المبدئية، كان من المفترض أن يتمكن فرسان فالمر من امتطاء الشوروس داخل سكالدان الذي يتعذر الوصول إليه عادة باستثناء قرب نهاية المهمة الرئيسية. تحتوي إحدى المواقد على بطاطس مخبأة جيدا مع علاج كريم مغلي وخمس أعواد فحم فوقها. الطريقة المحددة التي يتم بها تجميع العناصر أعلى البطاطس تجعل هذه إشارة إلى جلادوس من بورتل 2، وتحديدا عندما يجبر جلادوس على السكن في البطاطس كمصدر مؤقت للطاقة. في عرين سويندلر توجد دمية الرماية مع تفاحة على رأسها، هذه إشارة إلى ويليام تيل معلم القوس والنشاب الحقيقي السويسري كروس بومان الذي يجبر على إطلاق تفاحة من رأس ابنه. في منطقة سوفنغارد يمكن إيجاد درج طويل محاط بمجسمات على طول الطريق، إن لم يتم النظر إليهم ستلتفت المجسمات تدريجيا إلى اللاعب. قد تكون هذه مرجعا لذا ويبينج أنجلز من مسلسل الخيال العلمي البريطاني دكتور هو. داخل مبنى وورك كوارترز يمكن إيجاد غرفتين، إحداها تضم سبعة أسرة بينما سرير واحد في الغرفة المجاورة، تشير هذا إلى بياض الثلج والأقزام السبعة. في ضريح إسغرامور يمكن إيجاد جمجمة لماموث تتشابه نوعا ما مع خوذة لورد دارث فيدر من سلسلة ستار وورز. قد يكون اسم صرخة التنين ماركت فور ديث مرجعا لفيلم ستيفن سيغال الذي يحمل نفس الاسم. قد تكون مهمة أنايت تو ريمبر إشارة إلى الفيلم ذا هانج أوفر، حيث تتضمن كلاهما شخصيات تتعافى من آثار الثمالة لاكتشاف ما حدث خلال الليلة السابقة. Wake up. That's right. It's time to wake up, you drunken blasphemer. Yes, your head hurts and you don't remember where you are. I'm guessing you also don't remember coming in here and blathering incoherently about marriage or a goat. Which means you don't remember losing your temper and throwing trash all over the temple. في الجزء العلوي من حلق العالم هناك فأس حفر خاص يمكن للاعب الحصول عليه. اسم هذا الفأس هو Notched Big Axe، ويعتقد أنه إشارة إلى نوتش مبتكر ماينكرافت. تتشابه مهمة Mind of Madness مع قصة أليس في بلاد العجائب، حيث يتم توجيه أليس من قبل ذا ماد هاتر للقيام بالعديد من المهام الوضيعة أثناء إقامة حفل شائي. عند انتهاء المهمة سيحصل اللاعب على عصا وابا جاك في إشارة إلى قصيدة جابروكي. إلى الجنوب الشرقي من ضريح بريتي يمكن العثور على جثتين ووجود سموم وخنجر ملقاة بينهما في إشارة إلى مسرحية ويليام شكسبير روميو وجوليت. داخل ملجأ أخوية الظلام هناك عظام تعود لشخص يحمل الاسم غاستن بيلي فورت، هذا الاسم هو مزيج لأسماء بعض الشخصيات من قصة الحسناء والوحش. في منطقة الحطام القديم يمكن العثور على جمجمة مع وجود قطعة نقدية داخل فمها، هذا تعود إلى عملة خارون النقدية التي توضع في فم الميت قبل الدفن كنوع من العادات والثقافات اليونانية والرومانية، حيث قال أن هذا العمل هو بمثابة أجر أو رشوة لخارون ليقوم بنقل روح المتوفى عبر النهر الذي يحد عالم الموتى عن عالم الأحياء بناء على تلك الأساطير. قفزة قمة براد هي إشارة إلى قفزة التحلي بالإيمان من سلسلة أساسنز كريد، حيث يمكن السقوط من الأعلى من غير تلقي أي ضرر، علاوة على ذلك يتشابه شكل الدائرة مع شعار أساسنز كريد. منطقتي سوفنغارد وقاعة فالور تظهر تشابها كبيرا مع كل من فالهالا وأسغارد من الأساطير الإسكندنافية من ناحية المظهر والمكانة. في بيت إيدون في ماركارف يوجد رف في الجزء الخلفي من الغرفة مع شرائح جبن الماعز وصف من الثوم مرتبة لتبدو وكأنها إشارة إلى لعبة نامكو العريقة باكمان. مايك الكذاب هو شخص يمكن مصادفته في أماكن عشوائية في سكايرم، ويعد شخصية عائدة من كل من The Elder Scrolls Morrowind وأوبليفيان. مايك is tired now. Go bother somebody else. لوشين لاشانس يعد شخصية عائدة من أوبليفيان، ويمكن إيجاده على هيئة شبح طيفي يتحدث عن بعض الأحداث التي وقعت في تلك اللعبة. خلال مهمة لقتل الإمبراطور يتحدث السفاح الطيفي عن كيف سيقوم دراغون بورن بتسميم الإمبراطور، وأن التفاح المسموم كانت الأداة المفضلة للقيام بذلك. A poison stew, and I was always partial to apples myself. شركة الإمبراطورية الشرقية هي مرجع لشركة الهند الشرقية، وهي شركة تأسست في بداية القرن السابع عشر لمزاولة التجارة في جزر الهند الشرقية، لينتهي بها الأمر بالمتاجرة مع شبه القارة الهندية والصين. في مهمة بلايند سايتد يواجه مرسل فري البطل قائلا: Then the die is cast and once again my blade will taste nightingale blood.
The die is cast هي جملة تقال عندما يتم اتخاذ قرار لا رجعة فيه. هذا إشارة إلى اقتباس جوليوس سيزر عندما عبر نهر روبيكون ليبدأ حرباً أهلية. في كتاب الخيال البطولي The Name of the Wind بقلم باتل كروثفوس، تعثر الشخصية الرئيسية كوفوث في مرحلة ما قائلاً: لقد تلقيت سهماً في الركبة في طريقي خلال فصول الصيف الثلاثة القديمة. نشر الكتاب في العام 2007، وربما يكون المكان الذي حصلت فيه بثزدا على هذا النص. إن كان هذا هو الحال، فقد يكون السهم في الركبة بمثابة سر أو إشارة إلى الرواية. I used to be an adventurer like you. Then I took an arrow in the knee. بناء على ذلك تم استخدام هذا النص على شكل مزحة في أعمال عديدة أمثال لعبة Borderlands 2 والمسلسل التلفزيوني Family Guy. I used to be a vault hunter like you. Then I took a bullet to the knee. I found the last scroll. He found it. Oh my god. Run home, Peter. Run as fast as you can. وفي لعبة The Witcher 3 هناك بطاقتي لعبة كوينت لاثنين من الرماة بقولهم: أنا أصوب على الركبة دائما. من المحتمل أن هذه العبارة شائعة اعتدت أن أكون مغامرة مثلك حتى تلقيت سهما في الركبة، هي دلالة على أن سكايرم هي أول لعبة من السلسلة لا تتضمن درع للركبة. شملت توسعة دراغون بورن إشارة إلى موروويند في حين يقوم ساحر بإلقاء تعويذة في محاولة للطيران لينتهي به الأمر ساقطا إلى مماته. التوسعة نفسها شملت عديد من المقطوعات الموسيقية من The Elder Scrolls 3 Morrowind. هذا يبدو ملائما لأن الأحداث تقع في جزيرة سولوس تايم على مقربة من منطقة تمريل في موروويند. وفي إضافة داونغارد في الغرفة الموجودة على يسار القاعة الكبرى توجد علبة عرض تحتوي على مخلب هاغريفن، عين قط، سيفي لانياب، قلب ديدرا، قفص صدري لكلب، وخاتم ذهبي. هذا إشارة إلى كاسلفينيا 2 حيث يجب على سايمون بلمونت جمع وتدمير الظفر وقلب وعين والخاتم والقفص الصدري لدراكولا لإلحاق الهزيمة به. دخل كهف روسل يمكن إيجاد عربة، حصان ثلجي وقبعة وكان تخص سانتا كلاوز. في جنوب مارك هارث مباشرة يوجد جسر حجري بالقرب من شلال. عند الذهاب إليه للمرة الأولى يمكن رؤية معازين يمشيان على الجسر، ثم الثالث يتسلق للانضمام إليهما. أسفل الجسر يمكن العثور على عملاق ميت. هذا السيناريو إشارة إلى الحكايات النرويجية القديمة 3 بيلي جوتس جراف. الكتاب الذي يمكن إيجاده بولبان ذا دراغون كتب بطريقة مميزة مشابهة نوعا ما مع قصص الأطفال. اختر مغامرتك الخاصة. يمكن العثور على ماموث مباشرة شرق منارة فروست فلو مجمد بجانب نهر جليدي، وعلى ما يبدو أنه مغروس برماح ما قبل التاريخ. يعتقد أن هذه إشارة إلى الماموث المتجمد الذي تم العثور عليه في التسعينات من القرن الماضي. إلى الجنوب مباشرة من الضريح المؤدي إلى بريتي يمكن العثور على هيكل عظمي في منتصف الطريق. بجانب الهيكل العظمي يمكن إيجاد قط سيفي لانياب عالقا بين صخرتين بسلاح عالق في رأسه. هذه إشارة إلى مشهد من فيلم 300 حيث يقوم ليونايدس ذئبا إلى ممر ضيق ليقوم بطعنه في رأسه بحرب. في الليل يمكن مصادفة فارسا مقطوع الرأس في إشارة إلى كتاب واشنطن إيرفينغ The Legend of Sleepy Hollow. The Forgotten City يعتبر أول مود في صناعة الألعاب يحصل على جائزة نقابة الكتاب الأمريكية نسبة إلى الكتابة القصصية، عبارة عن توسعة تتراوح بين 6 إلى 8 ساعات للتحقق بشأن جريمة غامضة في إحدى المدن السفلية القديمة. تسبب نجاح The Forgotten City في صنع لعبة جديدة مستقلة تحمل نفس الاسم صدرت في يوليو لعام 2021. لعبة مغامرات تفاعلية طورت من قبل الاستوديو الأسترالي Modern Storyteller بقصة متعددة النهايات. حظيت اللعبة بالكثير من الثناء نسبة الكتاب القصصية، النصوص، المقطوعات الموسيقية والإطار العام. The Elder Scrolls 5 Skyrim هي أول لعبة غربية حصلت على العلامة الكاملة 40 من 40 من مجلة ألعاب الفيديو اليابانية فاميتسو، وتعتبر اللعبة 17 التي حصلت على هذا التقييم. اللعبة خلال يومين من الإصدار تمكنت من بيع حوالي 3,500,000 نسخة، 7 ملايين نسخة في غضون أسبوع و10 ملايين نسخة خلال شهر واحد فقط. وحتى نوفمبر لعام 2016 حققت سكايرم مبيعات تجاوزت 30 مليون نسخة حول العالم. حققت سكايرم معدل تقييمات ممتاز جدا من موقع ميتاكريتيك بواقع 96 من 100، كما حازت اللعبة على جائزة لعبة العام من قبل سبايك تي في لعام 2011 بالتنافس مع العاب كباتمان أركام سيتي، أنشارتد 3، بورتال 2، The Legend of Zelda سكاي وورد سورد. هذه كانت 100 حقيقة من حقائق The Elder Scrolls 5 Skyrim. إذا أعجبكم المقطع لا تنسوا النشر والإعجاب والاشتراك بالقناة وأيضا تفعيل التنبيهات ليصلكم كل جديد. أشكركم على المتابعة وحتى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم.